طب انت خفيت ازاي من النرجسيه اللي كنت انت عايش فيها دي مع الشخصيه اللي كنت عايشها؟ يعني انا عرفت، انا قريت حاجات بس انا مش هقول. انا اكتشفت انك عملت حاجات مختلفه تماما. خفيت ازاي او خرجت ازاي منها؟ اتصحبت بصراحه، يعني خلاص بقى الواحد تعب. تعبت حلو، تعبت من 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 التعامل. قدرت تقاومه ازاي يا عز؟ انا مش تقف على رجلك تاني وتقول انا عايش واتجوز برضه. حبيت بقى الموضوع يبقى موضوع. انا مش هقول لك اللي انا طلعت كده بالساهل، يعني لا، اتأذيت يعني نفسيا. اتأذيت جدا في حته اللي انا بعد فتره نسيت بقى، يعني اللي هو جبت بقى موتوسيكل كده وروقت على نفسي. شو انا قلت والله جاب موتوسيكل، يعني احنا الرجاله بنموف اون بشكل جميل. جاب موتوسيكل، هي الفكره اللي انا لهيت نفسي حلو عشان اطلع من القصه دي. بس انت لغايه دلوقتي برضو انت ارتبطت ولا لسه؟ خلاص لا لسه، بس هو خلاص الموضوع انتهى. اوكي، انت هترتبط ولا انت؟ ان شاء الله. يعني الموضوع ما عملش عقده عندك؟ لا 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 لا. طب الحمد لله. الناس بقى اللي اتصابت بالعقده مع النرجسيه، في واحد طبعا غصب عنه، هو انا عشت مع حد اديته كل طاقتي من العاطفه وهو راح مديني بقى على وش اللي انا شفته وسابني، انا بقيت معقد مش عايز اتجوز، مش عايز اشوف حد خلاص. نعالجه ازاي ده؟ ما هي دي فكرة، ان انت كده خليت الشخص ده محور الكون فعلا. هو ده نموذج سيء. مش معنى كده ان هو هيبقى كل الناس زيه، تمام؟ لان فكرة التعميم اصلا خاطئة. يعني منفعش ان انا اقول ان كل الناس هتبقى سيئة بدليل ان انت نفسك مش سيء. فطبيعي ان انت هتلاقي ناس تانية كويسة عادي جدا. فعادي، مش خلاص، مش طالما انا قابلت حد اذاني يبقى كل الناس هتاذيني. مفيش اي روشته دلوقتي تقول لنا؟ الفكره ان انا هخلي بالي بعد كده من اي مؤشر شبه الحاله اللي انا كنت فيها، ان انا ابعد، ما اخشش بقى تاني واكرر تاني واقول احتمال وما اعرفش ايه. لا، احط معايير للشخص اللي انا هرتبط بيه.